بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فوزن كتاب الصوم ترجمة 68، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. طبعا هذا يعني هذا الموقف على عائشة أم المؤمنين، ومحمد المثنى هو شيخ البخاري، ولكن لما كان حديث موقوفا قال لي، ما قال حدثنا، فكان هذا يعني ليس من أحاديث المسندة المرفوعة التي هي على الشرط الصحيح، فالمفروض أن لا يكون لها رقم، يعني المرقم محمد فؤاد عبد الباقي كان الأولى أن لا يرقم يعني هذا الحديث، لأنه مما يستأنس به في التراجم من الموقوفات والمعلقات والمقطوعات. قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وده قول البخاري، لأنه يعني ما هذا القول، لأن بعضهم يقولون لا تصام يحرم صومها كالعيدين، بعضهم يقول يجوز يعني على الإطلاق، وبعضهم قال إن هي يكره صيامها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم يعني قبل يوم النحر، ما عندوش فرصة لإيه هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق، يوم 11 و12 و13. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وأيضا هذا قول ابن عمر، فهو موافق لحديث عائشة السابق يعني. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. فالترجمة يعني الحديث التي ساقها والحديث المعلق عن عائشة، يعني كل هذا يدل على قول البخاري، وهو أن هذه الأيام يكره صومها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر. قول باب صيام أيام التشريق أي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة. طبعا هي ثلاثة، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهي الأيام المعدودات، يعني واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، غير أيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة. وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وده الراجح يعني في تسمية تشريق، لأن يعني كانوا يقددون اللحوم، يعني اللحم بيقطع يعني في حبل مثلا أو وينشر في الشمس بحيث انه يصير قديدا، بيبقى زي لحم مجفف يعني. كانش في طبعا تبريد والاشياء الموجوده الان للحفظ، فكان يجعلونه قديدا، يعني بتبقى في طبقه جافه حول اللحم لما يشرق في الشمس، بحيث انه يخزن يحمل ويستعمل يعني بعد ذلك. وقيل لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل ان صلاه العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل التشريق التكبير دور كل صلاة. وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وفي غيره، في النحر وغيره من أعمال الحج؟ لأن أيام التشريق أيام ذبح، الذبح بيبدأ من يعني بعد رمي الجمرة يوم النحر، والأضاحي بعد صلاة العيد أو صلاة الإمام العيد، بيشرع الذبح او النحر،
وبيستمر أيام النحر حتى غروب آخر غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو رابع يوم العيد بالنسبة لأهل الأمصار، وتغرب شمس رابع يوم العيد أو آخر أيام التشريق، فعند ذلك يعني إيه بينتهي وقت الإيه وقت الذبح. فيقول هذه الأيام هل تلحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقا أو للمتمتع خاص، المتمتع الذي لم يجد الهدي، الذي يجد الهدي لا يحتاج إلى صيامها، وخاصة أن هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وفي بعض الوقت أيام بعال بعد أن يتحللوا من الحج بيبقى اللي مع زوجته بيبقى أيام بعال وأكل وشرب وذكر الله عز وجل. يقول أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه، وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديث عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يرد غيره. وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا، والمشهور عن الشافعي، وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي، وقول مالك والشافعي في القديم عن أوزعي وغيره يصومها أيضا المحصر والقارن. وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب، وله من حديث كعب بن مالك أيام منها أيام أكل وشرب، ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن، أخرجه أبو داود وابن المنذر والصحابة بن خزيمة والحاكم. قوله قال لي محمد بن مثنى كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفا، طب يقول قال لي، فهو صريح في أنه سمع منه وهو شيخه، لكن لأنه حديث موقوف على عائشة فذكروا هذه الصيغة، وحتى لا يعد في الأحاديث المسندة للبخاري بالسند المتصل المرفوع لكونه موقوفا على عائشة كما عرف من عادته بالاستخراء. ويحيى مذكور هو القطان وهشام هو ابن عروة. أيام منى في رواية المستمرية أيام التشريق بمنى، قول وكان أبوه يصومها هو كلام القطان، والضمير لهشام ابن عروة وفعل يصومها هو عروة، والضمير فيه لأيام التشريق، يعني يحيى القطان يقول بيروي عن هشام أنه يقول وكان أبوه يعني عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة. ووقع في رواية كريمة وكان أبوها، يبقى أبو عائشة المراد هو أبو بكر الصديق، وعلى هذا فالضمير لعائشة وفعل يصومه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله سمعت عبد الله بن عيسى زاد في رواية الكشمهني ابن أبي ليلى، وأبو ليلى جد أبيه، فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور، وكان عبد الله أسن من عمه محمد، وكان يقال إنه أفضل من عمه، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في حديث الأنبياء من روايته عن جده عبد الرحمن عن كعب بن عجرة. قوله عن الزهري في رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله بن عيسى قال سمعت الزهري. قوله عن سالم هو رواية الزهري عن سالم فهو موصول. قال لم يرخص، يعني قوله عن سالم، وقال عن عروة عن عائشة، قال وعن سالم عن ابن عمر، يعني الزهري عن سالم عن ابن عمر. يقول قال لم يرخص كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أولها على البناء لغير معين، لم يرخص. وقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال إن يحيى بن سلام ليس بالقوي، ولم يذكر طريق عائشة، وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن زهري عن عروة عن عائشة، وإذا لم تصح هذه الطريق المصرحة بالرفع بقى الأمر على الاحتمال. يقول وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال، فيقول حافظ وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال، يعني له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. وثالثها إن أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع،
لو قال أمرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نهينا وإلا فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه، إذا لم يضفه يعني هل له حكم رفع أو لا، ويلتحق به رخص لنا في كذا وعزم علينا ألا نفعل كذا، كل في الحكم سواء. فمن يقول إن له حكم رفع في غاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روي بالمعنى، لكن قال الطحاوي أن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص أخذ من عموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لأن قوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق، فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهما من عموم الآية. وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره، وعلى هذا فقد تعرض عموم الآية المشعر بالإذن الإذن بالصيام وعموم الحديث المشعر بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر هو القرآن بعموم الأحد اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر لو كان الحديث مرفوعا فكيف وفي كونه مرفوع النظر، انه كلمه رخص لنا يعني بعضهم قال انه مرفوع وبعضهم قال غير مرفوع خاصه لم يضيف الى زمن الوحي، فعلى هذا يترجح القول بالجواز، والى هذا جنح البخاري والله اعلم. قوله في طريق عبد الله بن عيسى إلا لمن لم يجد الهدي، يقول من رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عيسى عند الطحاوي إلا لمتمتع أو محصر. قوله في رواية مالك فإن لم يجد، في رواية الحموي فمن لم يجد، وكذا هو في الموطأ. قوله تبعهم إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وصله الشافعي. قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن زهري عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا لم يصم قبل عرفة فليصم أيام منها. وقل إن هو المخرج إن هو لأن أيام التشريق مختلف في صيامها إن هو يحرم بالحج فيصوم يوم 6 و7 و8 حيث إنه يفطر يوم عرفة لأن هذا الأفضل، ويفطر أيام التشريق لأن هذا هو الإيه الأفضل خروجا من الإيه من الخلاف. ولكن إذا لم يصم قبل يوم النحر ما فيش عنده الإيه أيام التشريق الثلاثة ده من أيام الحج. يقول وعن سالم عن أبيه مثله وأصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسندين بلفظ إنهما كان يرخصان للمتمتع فذكر مثله، لكن قال أيام التشريق، وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة الترخيص إليهما، فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال فيها لم يرخص وأبهم الفاعل أو لم يرخص وأبهم الفاعل، فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعا هو النبي صلى الله عليه وسلم أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف لم يرخص يعني العلماء. وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة، ويحيى ضعيف لو يحيى بن سلام ضعيف، وإبراهيم من الحفاظ فكانت روايته أرجح أنه موقوف يعني، ويقوي رواية مالك وهو من الحفاظ أصحاب زهري فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفا، وكأنه يقول هذا لم يرخص يعني نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صحيح أنه من قدام الصحابة موقوفا وليس مرفوعا. يقول واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية والله أعلم. باب صيام يوم عاشوراء. قال إمام البخاري حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجهرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجهرية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه
فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عز وجل عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلى هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سالم بن الأكوع رضي الله عنه. دي من إيه؟ من ثلاثيات البخاري يعني، وغالبها من شيخ المكي بن إبراهيم يعني. مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن الصحابي مباشرة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس، وده طبعا سند عالي جدا بالنسبة للبخاري. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، يعني يمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قول باب: صيام يوم عاشوراء، أي ما حكمه عاشوراء بالمد على المشهور وحكي فيه القصر، يعني عاشوراء. وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية، ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ابن العربي حكى أنه سمع من كلامهم خابراء، وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، انتهى. وهذا أخذ دلالة فيه على ما رد ما قال ابن دريد، واختلف أهل الشرع في تعيينه، فقال أكثر هو العاشر. قال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، هو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر أو العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليه يوم عاشوراء. فإن قيل اليوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. فلو قلنا يوم الليلة العاشرة يبقى يوم 9 مش يوم 10. يقول: فصار هذا اللفظ على من؟ على اليوم العاشر. وذكر أبو منصور الجوالقي أنه لم يسمع فعلاء إلا هذا، وضرراء وسرراء ودال لاء من الضر والسر والدال، وعلى هذا في يوم عاشوراء هو العاشر، وهذا قول خليل وغيره. وقال زين المنير الأكثر أن عاشوراء هو اليوم العاشر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لئن حييت إلى قبل أصومن التاسع، يدل أن يوم عاشوراء يوم العاشر من الإثم ومن الإيه يعني من مجموع الأحاديث. وهذا قول خليل وغيره. وقال زين المنير الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ومقتضى الاشتقاق والتسمية، وقيل اليوم التاسع، فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية، وقيل إنما سمي يوم العاشر عاشوراء أخذا من أوراد الإبل، كانوا إذا رعوا الإبل 8 أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا: وردنا عشرا بكسر العين، وكذلك إلى الثلاثة. وروى مسلم من طريق الحكم ابن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس ومتوسد رداءه فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما. قلت: أكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. والظاهر أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، لكن قال زين بن نير قوله: إذا أصبحت من تاسع فأصبح، يشعر بأنه أراد العاشر، يعني التاسع يبقى كمان يوم يبقى العاشر، لأنه لا يصبح صائما
بعد أن أصبح من تسعة إلا إذا نوى الصوم الليلة المقبلة إلى الليلة العاشرة. قلت إن قوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك، فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثم هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح، أنه بيصوم العشراء فعن صوم التاسع مع العاشر. وبه يشعر بعض رؤيات مسلم ولأحمد بن وجه آخر لابن عباس مرفوعا صوم يوم مع عشراء وخالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما آخر أو يوما بعده، وهذا كان في آخر الأمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام وأحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك، وفقهم أولا وقال نحن حق موسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم، ويؤيد رواية الترمذي من طريق آخر بلغ من طريق أخرى بلغ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر. وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع يحتمل أمرين، أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب، أدناه أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر يوم قبله ويوم يعني بعده. ثم بدأ المصنف بالأخبار الدالة على أنه ليس واجب، ثم بالأخبار الدالة على الترغيب في صيامه، ونكتفي هذا القدر، ونذكر يعني شرح الحديث الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى